أسجل هدفاً. مرر الكرة لي يا تمور. لا، أنا من سيسجل الهدف الأول. لو أنك مررت لي الكرة لكنت سجلت هدفاً يا تمور. كان عليك الاعتماد على أصدقائك في الفريق كي يكملوا المهمة معك يا تمور. كرة القدم تعتمد على اللعب الجماعي يا تمور. تمور، تمور، وكأنني السبب في كل شيء سيء. ما بكم؟ لماذا لم تتقدموا وتأخذوا الكرة وتقطع خطوط دفاعهم وتسجلوا الهدف المزعوم الذي أضعته منكم؟ أم أنني الملوم فقط؟ ما بك يا تمور؟ ما من داع لهذه العصبية. كل ما في الأمر أنهم يريدونك أن تشركهم في اللعب، ولا تستحوذ على الكرة بمفردك كي نفوز جميعاً. لا أفهم لما علي إشراكهم معي في اللعب عندما تكون الكرة في حوزتي. أنا أمهر منهم جميعاً في اللعب وصاحب قدم ذهبية، وسأسجل الكثير من الأهداف. مرر لي يا تمور، أنا معك وسنتعاون في هذه الهجمة. احذري الخصم يا تمور. أراه جيداً، اطمئن. لا تركب رأسك يا تمور، مرر الكرة كي نكمل الهجوم معاً. لا لا، انتظر فحسب. توقفا أيها الأهوجان. أنا من سيسجل الهدف. بل أنا من سيسجل. انظري يا دجلة، إنهم يتشاجرون على الكرة. هذا صحيح، يستحوذ تمور على الكرة لنفسه. أخشى ألا تسير الأمور على ما يرام. أرأيت يا جدي؟ ابتلعهم المرمى. كانوا يتشاحنون قبل أن يبتلعهم، أظن أن هذا هو السبب. كان تمور أنانياً ولم يشرك رفاقه في اللعب. كرة القدم لعبة جماعية، وعدم الالتزام بذلك جعل المرمى ينزعج منهم ويبتلعهم. وكيف سنساعدهم في العودة يا جدي؟ مع الأسف يا تمورة، ليس في اليد حيلة. علينا الانتظار، فعندما يتعلمون معنى العمل الجماعي سيخرجون من المرمى على الفور. هذا مؤسف. يا له من مكان مظلم. أين نحن يا ترى؟ أنا خائف يا جماعة. ليتنا نحصل على بصيص نور فقط، لأن المكان مخيف حقاً. أشعر أننا نسقط من جبل عالٍ. النجدة! النجدة! ساعدونا! إلى متى سنستمر في السقوط هكذا؟ أنا خائف حقاً. أنت الملوم يا تمور، فلولا عنادك وأنانيتك لما غضب منا المرمى هكذا ولما ابتلعنا. ماذا تقول؟ أنا السبب؟ كل ما في الأمر أنني أردت أن نفوز. بل فكرت في تحقيق المجد لنفسك ونسيت أنك تلعب ضمن فريق. لا وقت للشجار الآن، دعونا نفكر في حل للورطة التي وقعنا فيها. ماذا نفعل؟ إلى أين سيأخذنا هذا المرج العشبي المنحدر؟ ما هذا السؤال الساذج يا تمور؟ لا أحد منا يعلم. المهم أن تكون العواقب سليمة. أرجو أن يكونوا بخير. لا تخافي، سوف يعودون إلينا بأمان. نرجو ذلك يا جدي. متى ستنتهي هذه الزحلوقة؟ ربما علينا فعل شيء ما. دعونا نفكر في حل ما. إن كنت تستطيع التفكير يا زغلول، فأرجو أن تسعفنا بالحل سريعاً قبل أن تتحطم عظامنا. وجدتها. سنمسك الخط الأبيض ذلك ونجعله أمامنا بالعرض، بحيث يشكل حاجزاً يوقفنا عن التزحلق. فكرة جيدة. ومن سيمسك به؟ جميعنا. يبدو أنه ثقيل ويحتاج إلى عضلاتنا جميعاً. حسناً، اتفقنا. الآن هيا بنا. نجحنا، نجحنا. يا سلام، لقد توقفنا. أحسنتم جميعاً. نجحنا يا شباب، لكننا لم ننتهي بعد. هل سمعت يا دجلة؟ لا، لم أسمع شيئاً. ماذا سمعت يا تمورة؟ هناك تصفيق وأصوات مرح. أظن أن عودتهم اقتربت. ما هذا المكان الغريب؟ أظن أن أحد هذه الأهداف سيعيدنا إلى ملعب كرة القدم في مملكة التمور. وكيف ذلك؟ لا أعلم، إنه مجرد حدس. دعونا نجرب ضرب الكرات على الأهداف، والمرمى الذي سيبتلع الكرة سيكون بوابة العودة. لقد أتيت بفكرة ذكية على غير عادتك يا تمور. أتظن أنك الذكي الوحيد في مملكة التمور يا زغلول؟ لا لا، لم أقصد ذلك.
إنها مسحة لا أكثر. دعونا نجرب الآن. دعونا نجرب أن نسدد الكرات معاً. فالعمل الجماعي كان سبباً في تجاوز المخاطر التي مررنا بها داخل هذا المرمى. ولطالما كنا ننجح في إتمام مهامنا عندما نعمل معاً، ولا شك أنه الحل الوحيد لخروجنا من هنا. انظر يا جدي، ها هم. أنا لا أصدق، لقد عادوا أخيراً. حمداً لله على سلامتكم. أهلاً بعودتكم سالمين. هل استفدتم من هذه التجربة؟ نعم يا جدي، العمل الجماعي هو الطريق الوحيد لإنجاز أكبر المهام، ففي الاتحاد قوة. لذلك سأقوم بتسجيل الأهداف وحدي في المباريات القادمة، فأنا صاحب القدم الذهبية. تمور! كنت أمزح فقط.